بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن ملائكة السماء تحب سلمان والمقداد، ولو أحب أهل الأرض سلمان والمقداد كما تحبهما ملائكة السماء لما عذب الله أحدا بالنار. ما هي الحكمة في ذلك؟ المقداد شاب ولد في الحضرموت، بعدين في قضية سبية أو أتى إلى المدينة وتبناه رجل وكان ينسب إلى ذلك الرجل، بعد ذلك آمن برسول الله في مكة. سلمان أتى إلى المدينة، المقداد في مكة، رجل لم يكن نبيا ولا وليا من الأولياء، كان رجلا منحرفا، وبعد ذلك آمن برسول الله، وصل إلى تلك المرتبة السامية اللي تحبه ملائكة السماء، ولو أحبه أهل الأرض كما تحبه ملائكة السماء لما عذب الله أهل الأرض بالنار. محطات مشرقة في تاريخ المقداد بدوا، وبعد ذلك نكمل بمحطات مشرقة في تاريخ سلمان حتى يتأسى الإنسان. يمكن واحد يشوف التأسي بمثل أمير المؤمنين، وهو الذي أعطاه الله العصمة الكبرى، وهو الذي شرفه الله على باقي الخلق، وهو الذي كان نورا خلقه الله قبل آدم، هو الذي علم الملائكة. يمكن واحد يشوف البون شاسع بينه وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكيف نقتدي به مثل علي وله تلك الكمالات؟ ولكن لو كانت هناك نماذج متوسطة بيننا وبين أهل البيت يمكن أن يتأسى الإنسان بهم. حقيقة مقداد ممن لم تأخذه في الله لومة لائم، إحدى نقاط المشرقة، يعني ظل شامخا لم يتأثر بأية قضية، لم يتزلزل في أية محنة. تشوف البعض منا إذا أصابته نائبة نزلت عليه مصيبة، تشوف يتزلزل، يتردد في مواقفه، يغير حشر مع الناس عيد، إلى متى نبقى في هذا الواضع؟ إلى متى نبقى في هذا الذل الظاهري؟ بس واحد لما يرجع إلى مثل المقداد يشوف في أحلك الظروف وأصعب المواقف ظل شامخا، لذلك يعطى له أوسمة متعددة. لاحظوا، طبعا هو من السبعة الأولى الذي أظهر إسلامه، و هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة مع باقي المسلمين. تزوج 6 صفحات نذكره من سيرة المقداد. تزوج بضباعة بنت زبير ابن عبد المطلب ابن عمة الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا الرسول زوجه على المنبر، زوج ضباعة، زوجه بضباعة أو زوج ضباعة به وهو على المنبر. فطبعا حسن الوالد لا ينقذ الابن، كان للمقداد اللي نذكر الآن بعض فضائله وكمالاته، ابن اسمه المعبد، هذا ابنه كان مع عائشة في حرب جمل وقتله في حرب جمل مع عائشة،
فكان ضالا ومات ضالا. يمكن يعني هذا الرجل الطيب اللي لو أحبه أهل الأرض لما عذبهم الله بالنار يوصل إلى مرحلة عالية، وبعد تلك المرحلة هو هذا الرجل ترى أن ابنه يكون منحرف. فيمكن واحد يجي ويقول أنا عندي أجدادي آبائي لهم سيرة ولهم مواقف مشرقة ولهم كذا وكذا، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الأب قد يكون في الجنة والابن في النار، الأب في النار والابن في الجنة، كلها محتملة. كان حارس رسول الله صلى الله عليه وآله في حرب بدر، كان للمسلمين فرسان فقط، فهو كان زبير على فرس والمقداد على فرس أيضا، رجل شجاع محارب مقدام زين كثير، يعني هذه ليست بنقاط مشرقة في تاريخه فقط، زين هذه النقاط اشترك معه في تلك النقاط الكثير، ولكن من هنا تبدأ القضية الخاصة لمقداد. في أحد له موقف مع القلة، في أحد فر الكثير والكثير أخرج صنمه الذي كان قد أخبأه تحت إبطه خوفا، البعض ثلاثة أيام يفر، ولكن المقداد ظل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أمير المؤمنين لم يفر. فهذا موقف في أحد في تلك القضية الصعبة جدا، لم يبق مع رسول الله إلا أفراد قلائل. لم يترك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد استشهاد رسول الله، وهذا أهم موقف من المقداد. الناس كلهم ارتدوا، ممن لم يرتد المقداد. لاحظوا بعض الروايات، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ارتد الناس إلا ثلاثة، سلمان أبو ذر المقداد ابن عامر. في رواية عن أمير المؤمنين كل الناس شك إلا مقداد، كل الناس شك، بعد هذا استثناء وحيد لمقداد. حتى عمار حاص حيصة، حتى أبو ذر أمير المؤمنين أمره بالسكوت ولكن كان يريد أن يجهر بالحق. فهنا كل الناس شك إلا ميثم. درجات الإيمان طبعا تختلف، وإلا هؤلاء الأربعة هم الأركان الأربعة في عبارات الفقهاء وأهل الرجال، الأركان الأربعة سلمان أبو ذر المقداد وعمار، هؤلاء الأربعة الأركان الأربعة، ولكن أيضا درجات الإيمان تختلف. لاحظوا هذه الرواية، ارتد الناس، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ارتد الناس إلا ثلاثة نفر، سلمان أبو ذر والمقداد. قال قلت عمار، قال قد كان حاص حيص ثم رجع، يعني هم نوع من التردد، نوع من التزلزل، كيف أمير المؤمنين يعني في هذا الموقف والناس كلهم يرتدون. طبعا الكل يعني أهل المدينة ها المقصود، أما من كان خارج المدينة فكثير منهم كانوا مع أمير المؤمنين، ولكن ارتد الناس كلهم يعني من كان في المدينة، الانقلاب اللي حصل الداخلي. فقال إن أردت، الإمام الباقر يقول إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد، وأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض. شو اللي عرض؟ البعض مبينين أو بعض الروايات أنه قال لما بايع علي ابن أبي طالب، ليش بايع أمير المؤمنين، كيف رضي بالبيعة، هو هذا السؤال اللي ظل في قلبه، هذا كان محل نقص لتلك الدرجة السامية. يمكن واحد يكون أعلى عليين ولكن أيضا قد يتزلزل في موقف معين. وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت، ولم تكن تأخذه بالله لومة لائم، فأبى ألا أن يتكلم،
إن أمير المؤمنين أمره بالسكوت مو على نحو الأمر الإلزامي، يعني فعلا مو الزمان زمان أمير المؤمنين، فماكو داعي إحنا نجي نسبب بلبلة، ولكن هو كان يريد يجهر بالحق، كان له ذلك، يعني أمر أمير المؤمنين كان أمرا إرشاديا، بس مع ذلك أنت ما لازم تخالف حتى في الأوامر الإرشادية إذا تريد توصل إلى تلك المرحلة السامية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يجب محبة من لم ينحرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يجب محبة هؤلاء اللي ذكرنا في بحث سابق أن التولي من فروع الدين، يعني تولي أولياء الأئمة المعصومين وشيعة الأئمة المعصومين، هذا من فروع الدين، أما تولي المعصومين أنفسهم، تولي رسول الله، فهذا من أصول الدين كما بيناه سابقا. فهنا يجب محبة من لم ينحرف بعد الرسول، ومنهم سلمان وأبو ذر والمقداد، يجب محبتهم. أنس بن مالك المعروف يقول: الجنة، والفضل ما شهدت به الأعداء، الجنة تشتاق إلى أربعة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت يا علي، قالها ثلاثا، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر. الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الرواية: للإيمان 10 درجات، المقداد في الدرجة 8، وأبو ذر في الدرجة 9، وسلمان في الدرجة 10. هسه كيف يمكن التوفيق بين هذه الرواية وتلك الرواية التي تقول بأنه من لم يشك أبدا فهو المقداد؟ فواحد لازم يجي يشوف كيف التوفيق بينهما، فهل أبو ذر أفضل من المقداد، أم مقداد أفضل، أو مواقف تختلف؟ يعني في السقيفة مقداد ظل شامخا ثابتا، عينه على سيف أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يأخذ سيفه ويجرده من غمده، فهو هم يشوف وضعه، أمير المؤمنين ظل ساكن، أنا أنتظر أمر مولاي. ففي السقيفة كان أفضلهم وأثبتهم، ولكن في مواقف أخرى في حياته يمكن سلمان كان أرفع، لأنه الإنسان إذا ظل وصل إلى درجة من الإيمان مو معلوم أنه تبقى له تلك الدرجة من الإيمان. السيد الوالد رحمه الله في كتاب عنده اسمه الزهد، كتيب مختصر، يقول أنه في تلك الفترة من الستينات أو في الخمسينات كنا نأتي إلى مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، 40 مس ليلة أربعاء، فلم يكن أحد في مسجد السهلة، فأنا كنت وأسد الباب من الداخل، ولا الفجر أنا أظل في المسجد. فتلك الحالة المعنوية التي أصابتني في تلك الفترة أنا أتحسر عليها الآن، لأنه واحد مشغول بالارتباطات وبشؤون المرجعية وبمراجعة الناس، ما يحصل وقت فراغ للعبادة مثل تلك الفترة. لذلك الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام كان يطلب من الله أن يكون في مكان يتهيأ للعبادة، يعني يتهيأ إلى مكان أن يتفرغ للعبادة فقط. يعني بعض الأحيان واحد يوصل في حالات معنوية خاصة، يمكن بعدين يفقد تلك الحالات، وإن كان ينشغل بأمور أهم شرعاً، يمكن منشغل بأمور أهم، قضاء حوائج الناس، الإفتاء، الكذا، أما تلك الحالات المعنوية يتحسر عليها ويتأسف على أنه لا يتمكن من أن تعود، من أن تعود تلك الأيام وتعود تلك الحالات التي كان فيها. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله مجموعة كانوا يعرفون بأنهم من شيعة أمير المؤمنين، أحدهم المقداد، طبعا سلمان، أبو ذر، عمار. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لم يفأ أحد حق، قل ما أسألكم، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. من الذي وفى بأجر الرسالة؟ أحدهم المقداد وفى أجر الرسالة. إذن شوفوا هذه صفحات مشرقة، لذلك وصل إلى تلك المرحلة العالية. يمكن لأي إنسان عادي بسيط أن هو هذا المقداد تبناه الأسود، شخص اسمه الأسود، فصار اسمه المقداد من الأسود، ابن بالتبني. بعدين عندما نزلت الآية أدعوهم لآبائهم، فغير المقداد اسمه من مقداد ابن الأسود إلى مقداد ابن عامر، والده في حضرموت في اليمن كان عامر،
في مقداد من العام. يعني فد ولد يأتي من اليمن من منطقة نائية ويسلم على يد رسول الله، هو وقد تبناه شخص يعني ما إلى عشيرة ما إلى عائلة في هذا البلد، يوصل إلى هذه المرحلة السامية. أو سلمان، سلمان النبي صلى الله عليه وآله لو كان الدين في الثريا لناله سلمان. يعني هكذا كان متعطش للفقه، هكذا كان متعطش للرواية. لذلك ورد أن سلمان كان له علم البلايا والمنايا، يذكر المستقبل، هذا العلم أفاضه الله عليه. وسلمان كما في رواية الإمام الصادق علم الاسم الأعظم. الاسم الأعظم مو اعتباط يعطى لشخص، واحد لازم هالقد يشتغل على نفسه، هالقد يسعى، يتقيد بالواجبات، يترك المحرمات، حقيقة يكون عادل لله، الله يفيض عليه هذا العلم. طبعا اللي يفاض عليه هذا العلم مو دائما يستعمله في قضاء حوائجه، عموما هذول يكونون من أفقر الناس، من أضعف الناس. يمكن الآن أولياء الله موجودين بس واحد ما يعرفهم، ليش؟ لأنه مغمورين، أسماءهم مغمورة. واحد ما لازم يهين أي شخص ولو ضعيف ولو فقير ولو مسكين ظاهرا، لأنه قد يكون ولي من أولياء الله، فبذلك يشتري والعياذ بالله غضب الله عز وجل. في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة لتشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياقه إليها. شلون درجة غريبة أصلا. سلمان منا أهل البيت، هذا الوسام العجيب بعد المعروف في روايته رسول الله صلى الله عليه وآله. من أراد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وآله، من أراد أن ينظر إلى من نور الله قلبه فلينظر إلى سلمان، هذا الشخص المسلم الذي نور الله قلبه سلمان، هذا المصداق القطعي لمن نور الله قلبه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لم يولد في الإسلام أفقه من سلمان. قلنا عن الرسول لو كان الدين في الثريا لناله سلمان، لم يولد في الإسلام الإمام الصادق اللي كان كثير من الفقهاء من تلامذة الإمام الصادق، كبار رواة الأحاديث من تلامذة الإمام الصادق ومن تلامذة الإمام الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام، ولكن أفقه الناس سلمان في الإسلام. طبعا سلمان كان رجل زاهد مع تلك الدرجات، ما كان عنده بيت، لما هم وصى أن يبنى له بيتا اتفق ويا مقاول مثلا أو شيء، قال فد بيت صغير، لما كان يوقف كان راسي ينطخ بالسقف، ولما كان يتمدد كان رجله يخرج من، يعني هذا مو بيت ولا كوخ، فشيء لي بمقدار أنه يقدر مثلا يجلس فيه أو شوية يتمدد به، ما تسوى الدنيا. طبعا في بعض الروايات سلمان عمر كثيرا ها، وهو كان من الأوصياء في بعض الروايات في الأوصياء. طبعا في التاريخ مختلف فيه أمر سلمان، أنه كان مسيحيا أو كان مجوسيا، أكو كان مجوسي بعدين صار مسيحي وبعدين صار مسلم، أما في بعض الروايات أنه كان موحدا، كان إبراهيميا وكان وصيا لعيسى بن مريم عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حتى الحق اللي كان، طبعا هو كان بكد يمينه يرتزق، مع أنه صار والي على المدائن، ولكن مع ذلك ما كان يأخذ من بيت المال شيء، بل حقه كان يوزع للفقراء، فعاش فقيرا في ضنك من العيش، ويعمل عمل بسيط ويبيع اللي يسويه، فهكذا يرتزق، هذا رزقه. يعني هذه نماذج يجب أن يقتدي الإنسان بها، هذا واضح، هذه أسوة، يعني الله جعل الأسوة، هذه النماذج حقيقة أسوة لنا. واحد لازم يشوف تاريخهم شوية، طالع تاريخهم، يسعى بمقدار أن يتبعهم، بمقدار اللي يتمكن. عندما توفي سلمان غسله علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وصلى عليه مع جعفر ابن أبي طالب والنبي خضر و72 صف من الملائكة خلف أمير المؤمنين يصلون على سلمان. هسه سلمان إذا كان وصي خبزيا وصل إلى تلك المرحلة، إذا كان مجوسي وسعى بعض ما في التاريخ، طبعا هذا الظاهر أنه غير صحيح،
فيوصل يمكن فد واحد يجي يوصل إلى هذه المرتبة، يصلي عليه أمير المؤمنين 72 صف من الملائكة وهذه المقامات السامية. فكيف إذا شخص ولد في بيئة شيعية، في عائلة شيعية، محب لأهل البيت، يتواصل مع قبورهم، يزورهم، يذهب إلى أضرحتهم المنورة، فيعني هو نص الطريق جاي، شوية لازم يقوي الإرادة حتى يترك المحرمات، شوية يقوي الإرادة حتى يلتزم بالواجبات. وفي المواقف ليزحلق، لينزلق في المواقف الصعبة، الافتتانات الصعبة. بس السهلة أنه هو قال لو شخص أتى إلى عالم قال شنو أسوي أنا في الشارع لما أمشي عيني تقع على الفتيات على الحرام، ما أقدر أكف نفسي، ما الذي أفعله؟ الطالب كأس مليء بحليب، وقال هذا الكأس أخذه إلى زيد من الناس وخلى وياه شخص، قال هذا فلان يمشي وياك، إذا شوية من الحليب الموجود في الكأس، هذا الحليب شوية من الصبة على الأرض، أقول هذا يبسطك. فزين هذا هم ما يريد ما يوجهه يروح، وذاك العالم أستاذه، وهذا هم رجل يعني مبين أرسله العالم، وبالسوق لازم يعبر هذا السوق كله، فكل عين على هذا الحليب حتى لا يكون شوية منه يتساقط على الأرض. أوصله إلى المحل، المكان اللي كان موصي به العالم. عندما رجع العالم سأله، قال له شفت فتيات الناس التفتت إلى الحرام؟ قال لا، أنا كل فكري كان على هذا الحليب، لا يتساقط، لا يروح ماي وجهي قدام الناس، هذا يبسطني فلان بأمرك. قال شلون أنت ما تخاف من الله، تخاف من هذا لا يودي ماي وجهك؟ إذا واحد حقيقة يخاف من الله أي مكان عينه ما تركض، وإنما يبقى مستقيم. فواحد لازم ينمي في نفسه حالة التقوى وملكة التقوى. زين، هسه في هذا الميدان كلام مفصل بالنسبة إلى سلمان، ولكن هكذا سلمان والمقداد في الأرض كجبرائيل وميكائيل في السماء، هذان الملكان. وطبعا بالنسبة إلى جبرائيل وميكائيل أيضا بحث مفصل موجود، هسه يمكن نتطرق إلى جزء منه. جبرائيل، إيل يعني الله، جبرا يعني عبد، عبد الله أو الشجاع، لأنه القوي الأمين كان جبرائيل. جبرائيل له مواقف عجيبة، من أعظم ملائكة الله المقربين، وكان الوحي ينزل عن طريق جبرائيل كما هو معروف، وكان مسددا للأنبياء، وكان ناصحا للأنبياء، وكان مع الأنبياء. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل ذات مرة: أخي جبرائيل عظني. طلب الموعظة من جبرائيل، طبعا تعليما، وإلا جبرائيل هو رسول الله صلى الله عليه وآله علمه كما في رواياتنا المتواترة أو المستفيضة. يعني مع ذلك يعني وصل إلى هذه المرتبة السامية. في اليهود طبعا هم أعداء جبرائيل، وإحنا ذكرنا بعض الروايات يقولون جبرائيل أخطأ وجبرائيل ينزل علينا بالعذاب بخلاف ميكائيل اللي ينزل علينا بالرحمة. ابن تيمية أيضا ينسب أن الشيعة يقولون، هذا الكذب موجود في كتابه منهاج السنة، أن الشيعة يقولون بأن جبرائيل أخطأ عندما أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، كان المفروض أن ينزله على أمير المؤمنين. هذا الكذب المحض الذي يذكره رئيس الفرقة الوهابية ابن تيمية. لذلك أكو عداء مستمر بين اليهود وجبرائيل وبين النصاب وجبرائيل، لأن جبرائيل دائما كان ينزل بالوحي في فضل أمير المؤمنين، وذكرنا بعض الروايات في هذا الباب. جبرائيل كان معلما للأنبياء شخصية، يعني من أعظم ملائكة الله المقربين. علم آدم الزراعة، طريقة الانتفاع من الحديد، علمه مناسك الحج، علم نوح السفينة كيف يصنع السفينة، علم داود الدرع والحديد كيف هذا الحديد يصنعه درعا، وعلم أخذ يوسف في البئر. إذن هو إلى مواقف متعددة، ومن أعظم ملائكة الله هو ميكائيل طبعا، وإسرافيل وعزرائيل، هذه الأربعة الملائكة المقربة عند الله عز وجل.
إذن سلمان والمقداد في الأرض كجبرائيل وميكائيل في السماء. شوف الرواية، طبعاً أكو بحوث أخرى بعد هالليلة ما نلحق على تلك البحوث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سلمان، إن الله صدق قولك ووافق رأيك، كلامك اللي بينت له ذلك اليهودي واحتجاجك الله أيده، وإن جبرائيل عن الله تعالى يقول: يا محمد، سلمان والمقداد، شوفوا نقطة التفوق فيهما، أخوان متصافيان، يعني خالصان طاهران من كل غش وغل، أخوان متصافيان في ودادك. شوفوا الجهة التي جعلت مثل سلمان مثل المقداد يرتفعان، ماذا؟ أنهما متصافيان في وداد رسول الله، حب خالص لرسول الله لا يشوبه أي شيء، ووداد علي أخيك ووصيك وصفيك، أيضا ودادهم لك ولعلي بن أبي طالب، محبتهم لك ولعلي بن أبي طالب، وهما في أصحابك كجبرائيل وميكائيل في الملائكة، عدوان، يعني سلمان ومقداد، عدوان لمن أبغض أحدهما، أحدهما يعني جبرائيل أو ميكائيل، لأن اليهود كانوا يبغضون جبرائيل لأنه ينزل بالشدة عليهم على زعمهم، فهما سلمان والمقداد عدوان لمن يبغض جبرائيل، عدوان سلمان والمقداد لمن أبغض أحدهما، يعني جبرائيل أو ميكائيل، وليان لمن والى محمدا وعديا. عدوان لمن عادى محمدا وعليا وأولياءهما، ولو أحب أهل الأرض سلمان والمقداد كما تحبهما ملائكة السماوات. والحجب، بينا سابقا شنو الحجب، والكرسي، بينا الكرسي، والعرش، اللي العرش علم الله سابقا من قبل 30 محاضرة وأكثر بينا شنو الحجب شنو الكرسي شنو العرش، اللي الكرسي مقابل العرش كنقطة أو كذرة في صحراء، لمحض علة حب ملائكة السماء، مو اعتباط يحبون شخص، لا، علة حبه، علة حب الملائكة لهما، إنما هو لمحض ودادهما لمحمد وعلي. شوفوا حب أهل البيت إلى موضوعية، يعني واحد يحب الله حب هذا بين، ويحب رسوله هذا بين في نفسه، الله بعث الرسول فأنا أحب الرسول، ويحب أهل الأئمة هذا أيضا كله إلى موضوعية، ويحب شيعتهم ويحب سلمان والمقداد هذا إلى طريقية. لماذا؟ لأن سلمان محبته لعلي محبة خالصة، فأنا أحب سلمان لتلك الجهة، وأيضا محبة طريقية، محبة طريقية وأيضا محبة موضوعية، لما قلناه في فروع الدين أن التولي لأولياء الله هذا هو واجب في نفسه، يعني واحد يحب أولياء الله هو هذا واجب من الواجبات، كما أن الصلاة واجب من الواجبات، الصوم واجب من الواجبات، هذا أيضا واجب من الواجبات. وموالاتهما لأوليائهما، يعني موالاته مقداد وسلمان لأولياء الرسول صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب، ومعاداتهما لأعدائهما، يعادون أعداء الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، أعداء الرسول وأعداء أمير المؤمنين، لما، يعني لو أحب أهل الأرض سلمان والمقداد لهذه الجهات لما عذب الله أحدا منهم بعذاب البتة، قطعا الله ما يعذب أي واحد من أهل الأرض، فقط لو أحب سلمان لو أحب المقدار، شوفوا شلون درجة يمكن أن يصل إليه الإنسان، هذا بيدنا إحنا، لو شوية نسعى شوية نسعى نقدر نقترب. بس أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: ولكنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
ما يصير، ما من المستحيل أن تكون كعلي بن أبي طالب، ولكن يمكن أن يقترب الإنسان. ليش الفاصلة تكون مليارات الكيلومترات؟ خلي الفاصلة تكون مليار كيلومتر مثلا، خلي نقلل الفواصل مو المقدار. هذا الحضرموتي إجا وآمن وأسلم وقرب الفاصل إلى أن أصبح كجبرائيل. كذلك يمكن واحد شوية يقلل الفواصل. المنحرفون الذين تابوا ووصلوا إلى درجات عالية، هذول يمكن هواية منهم كانوا أسوأ منا، ولكن بإرادة، إنما هي عزمة. واحد يريد يقرر خلاص ألتزم بما يذكره الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مما يوجب السعادة الدنيوية، وإن شاء الله مما يوجب شفاعتهم في الآخرة. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.